توران المستقلة، هذه الإدارة التي تم الإعلان عنها والموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء في يوم 28 تموز لعام 2021، ووقع السيد رئيس الوزراء على كتاب هذا أو إصدار الأمر الإداري لتنفيذ هذا القرار في 31 من آب لعام 2021. إذن مشاهدينا، سوف ننقل على حضراتكم مراسيم الإعلان عن الإدارة المستقلة. هذه الإدارة كما قلت وقعت بحسب الكتاب المرقم 107 والصادر في 28/7/2021 عن مجلس الوزراء، وقع في 31/7 العفو الصادر في 28/7/2021 من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان بغرض تطبيق صيغة اللامركزية في إدارة المدن الكردستانية. إذن ننتقل وإياكم إلى المراسيم التي تنقل من منطقة سوران أو إدارة سوران المستقلة. السيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عوائل وذوي الشهداء الأبرار، المناضلون والبيشمرقة الأبطال وجماهير سوران البطلة وضواحيها، من سوران نستقبلكم بكل حفاوة. سوران التي قاومت الدكتاتورية في هندرين وكرك والعديد من الجبال والتلال التي قاومت الدكتاتورية، لسوران وقساندكم سوران لدفري كردايتي وكل ندان بيشوازيتان لدكم. إذن مشاهدينا، نبقى وإياكم في نقل هذه المراسيم بحضور السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وعدد من المسؤولين الإداريين والحكوميين من حكومة إقليم كردستان وإدارة هذه المنطقة. ديوخان وساباتي قوري شورشي أيلول لناو بردان حاجي عمران تومان قسري ماكوسان قلالا لنزيك أشكوتكي إيردنجي كردستاني عراقة بيشوازيتان ليدكم لرواندز رواندزي خرند رواندزي بيخال رواندزي ميغر. مشاهدينا، وقد كان وزير داخلية إقليم كردستان السيد ريبر أحمد أكد في وقت سابق بأن حكومة الإقليم تبذل جهودها لتحويل قضائي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، أي أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في 28 تموز عام 2021 كان يخص تحويل قضائي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين في إطار تنفيذ اللامركزية الإدارية التي نصت عليها أو نص عليها البرنامج الحكومي لحكومة إقليم كردستان. وأكد وزير الداخلية في وقت سابق بأن الميزانية اللازمة سوف يتم تدبيرها أو تأمينها من قبل حكومة إقليم كردستان. الآن مشاهدينا، من خلال هذه المراسيم وقوف حدادا للحظات على أرواح الشهداء مع الاستماع إلى النشيد الوطني. سپاس بفرمون. استاش وتاري بريس أميد خوشناو باريزغاري. الآن محافظ أربيل أميد خوشناو سيلقي كلمة على مسامعكم مشاهدينا الأعزاء. يتوجه محافظ أربيل نحو المنصة لإلقاء كلمته. سنكون معكم في ترجمة ما سيتفضل به السيد محافظ أربيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان المحترم، ذوي الشهداء الأبرار، بيشمرق الأبطال، الوزراء الأعزاء لحكومة إقليم كردستان، أعضاء البرلمان، أعضاء مجلس محافظة أربيل، الشخصيات الدينية والاجتماعية في المنطقة، أرحب بكم ترحيبا حارا لمدينة الشهداء لهذا اليوم التاريخي الذي هو نتاج لدماء الشهداء. اليوم كحكومة إقليم كردستان وكوعد تعهدت به الحكومة نرفع رأسنا ونحن نقف أمام الرئيس بارزاني لتنفيذ قرار تحويل سوراب إلى إدارة مستقلة، وهذه كان اقتراح من الرئيس مسعود بارزاني. أهنئ نفسي وأهنئ أهالي منطقة سوران ورواندوز وتشومان وميرغسور، وأتقدم بجزيل الشكر لأهالي هذه النواحي الأربعة والتي قدمت إلى السيد رئيس الحكومة، ولولا تركيزه وإصراره على هذه المسألة لم تكن لتكون واقعا. كما نشكر وزارة الداخلية أيضا لبذلها جهودا حثيثة لإنجاح هذا المشروع. نتمنى أن تنجح هذه الإدارة المستقلة وتقدم الكثير من الخدمات لأهلها. هذه المنطقة قدمت خدمات كثيرة لشعب كردستان ولأهل المنطقة، وبكل فخر وبدعم من سيد رئيس حكومة إقليم كردستان، وخلال الشهور الستة الماضية حققنا ونفذنا الكثير من المشاريع في عموم إقليم كردستان وخصوصا في هذه المنطقة. وحتى هذا اليوم وخلال الأشهر الستة الماضية بميزانية 13 مليار دينار حققنا ونفذنا الكثير من المشاريع الخدمية المهمة، ونؤكد لأهل المنطقة بأننا سوف نكون دائما عند حسن ظنهم. ونشكر جميعكم ونشكر حضوركم، وأهلا وسهلا بكم، مبارك لكم هذا اليوم، ونحن نفتخر بكم وأنتم تستحقون الأكثر. ونتمنى أن تكون هذه الخدمات مستمرة وستستمر بالتأكيد في ظل وجود هذه الإدارة المستقلة. شكرا جزيلا لكم ولحضوركم، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، محافظ أربيل تحدث عن ماضي وحاضر هذه المنطقة والمشاريع المقدمة، وبين بأن هذه المسألة كانت مقترحا من قبل الرئيس مسعود بارزاني. إذن مشاهدينا، الآن سوف يتم عرض برنامج وثائقي يتحدث عن تاريخ سوران وحاضر سوران والطبيعة في سوران والتعايش السلمي في هذه المنطقة. إذن مشاهدينا، هذه المادة الوثائقية. سوران تتكون من أربعة أقضية: سوران وميرغسور ورواندوز وتشومان، وتتكون من 13 ناحية: خليفان، سيدكان، ديانا، حاج عمران، سيميلان، قسري، شيروان مزن، والعديد من النواحي الأخرى. تعدادها أكثر من 330 ألف شخص، ألف نسمة، تربط إقليم كردستان بإيران وبتركيا أيضا في أكثر من منفذ حدودي ومنفذ طبيعي. اسم سوران أتى من إمارة سوران والتي كان يترأسها الأمير محمد باشا الكبير. هذه المنطقة تتميز بالتعايش القومي السلمي والديني، والجميع يشارك في تطوير هذه المنطقة.
المسيحيون أيضا يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين في هذه المنطقة في وضع تقع هذه المنطقة إلى الشمال الشرقي من مدينة أربيل لباشوريش كيوي هندرينو روبري غزاكا 5473 كيلومتر دجاي أكثر من 5000 كيلومتر مساحة كيلومتر مربع هذا القضاء بولاتي تركيا وقزاي ميرغسور لرجالات وهاوس نورا لقال قزاي تشومانو تحد هذه المنطقة تركيا وإيران لباشوري شوا لقال قزاي روانزو من الجنوب تحدها قضاء سوران وقضاء شقلاوة أيضا هناك طرق مقربة توصل هذه المناطق بأربيل وهي أساس مهم جدا للتطور الاقتصادي وهي منطقة سياحية مهمة أيضا شلال قلي علي بك كانت إحدى الرسومات التي رسمت على العملة العراقية هذه المنطقة تتميز بجبالها وبمشاريعها السياحية المهمة التي نفذت في الأعوام الماضية استضافت سوران العديد من التجمعات الثقافية وتتعهد إدارة سوران المستقلة بتنفيذ كافة مطالب شعب كردستان في هذه المنطقة من الناحية الاجتماعية أيضا هناك ترابط كبير جدا بين مكونات هذه المنطقة سوران تؤكد بأنها ستتطور إلى الأفضل وإلى الأحسن بعد الإعلان عن إدارتها المستقلة هذه المنطقة تتميز بالجو المعتدل وبمناظرها الجميلة الخلابة جبال هذه المنطقة هي أكثر الجبال شهرة في استقبال رياضيي تسلق الجبال هذه المنطقة تعتبر دائما من أكثر المناطق المزدحمة على مستوى العراق وكردستان والمنطقة بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير أهلا وسهلا بكم السيد رئيس حكومة إقليم كردستان ذوي الشهداء الأبرار ذوي البيشمرق الأبطال الوزراء والشخصيات الاجتماعية والدينية وأهل سوران أهل إدارة سوران المستقلة أهلا وسهلا بكم لمن دواعي سروري وفرحي أن أشارككم اليوم في إعلان إدارة سوران المستقلة حيث عملنا في الفترة الماضية على تنفيذها لكن الظروف لم تكن مؤاتية لتنفيذ هذا القرار على يد السيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني وفي عمر الكابينة التاسعة حققنا مطالب أهل وجماهير هذه المنطقة وأصدرنا قرار رقم 107 من مجلس الوزراء في 28 تموز وبأمر مباشر من السيد رئيس حكومة
أقليم كردستان تم إصدار هذا القرار، وبدعمه وبمساندته ننفذ اليوم هذا القرار. وتم تكليفنا كوزارة الداخلية للتنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ هذا القرار. وقبل إعلان هذا القرار، السيد رئيس الحكومة كان أحد الأطراف الرئيسية والأساسية لتحويل هذا القضاء إلى إدارة مستقلة، وبعد إيعازه بدأنا بالعمل على تنفيذ هذا المقترح بتشكيل وتأسيس مديريات وإدارات تدير عمل هذه المنطقة بشكل مباشر. وبعد صدور هذا القرار عمل جنابهم بشكل مباشر وجدي بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لزيارة أهل المنطقة وشخصياتهم ومحافظة أربيل لتنفيذ قرار تحويل سوران إلى إدارة مستقلة. سعداء جدا بأن نعلن لكم اليوم بأننا نفذنا أغلب مطالب أهل المنطقة، وقد وافق سيادته على كافة المقترحات التي قدمت، وأوعزنا بأن ننفذ كل هذه الطلبات بشكل سريع. هذا القرار مهم جدا، وتنفيذ هذا القرار هو أكثر أهمية. أود أن أعلن للجميع بأن الهدف من إصدار هذا القرار ليس فقط مجرد تحويلها إلى إدارة، بل هو تقديم الخدمات وتوزيع السلطات إلى كافة المناطق من المحافظات والوحدات الإدارية. ونحن في صدد تنفيذ هذه المسألة التي أكد عليها البرنامج الحكومي لحكومة إقليم كردستان. هذه عملية مستمرة، وبعد المتابعة المستمرة والعمل على هذا الموضوع أكدنا على تنفيذ هذه العملية، ووافق السيد رئيس حكومة إقليم كردستان بتنظيم العمل الإداري في كافة المحافظات والمدن والأقضية. السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وافق على توفير كل المطالب اللوجستية، ومع إعلان هذه الإدارة اليوم وافق السيد رئيس حكومة إقليم كردستان على تزويد هذه المنطقة بأكثر من 10 سيارات تقدم الخدمات في هذا اليوم التاريخي. أؤكد بأن الحكومة لن تترك سوران بعد إعلان الإدارة، على العكس، سوف يتم تشغيل القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة. ونؤكد على أن يلعب القطاع الخاص دوره الأساسي، كما نؤكد على ضرورة خدمة أهالي المنطقة المناضلين وإيصال أو خدمة الطاقات الموجودة في هذه المنطقة والتي تستطيع تقديم الخدمات لخدمة أهل المنطقة. نطلب منهم أن يشاركوا في إدارة هذه المنطقة وتنفيذ البرنامج الحكومي. من الممكن أن يكون تنفيذ هذه العملية أي بعد تحويل القضاء إلى إدارة صعبا، لكننا نؤكد بأننا سنجتاز الصعاب. وأطلب من الأطراف السياسية أيضا أن يساعدونا ويدعمونا في هذه المسألة. هذه العملية ستستمر، وتم توفير كل المستلزمات المادية واللوجستية. ونؤكد ونشكر السيد رئيس حكومة إقليم كردستان على الجهود التي بذلها، ونؤكد على إخلاصنا ووفائنا أمام هذا القرار. لا أود أن أطيل كلمتي لأكثر من ذلك،
يكسر هستي كردياتي بهز دبيت بكل صراحة أود أن أقول كل ما أزور هذه المنطقة وكل من يزور هذه المنطقة يشعر بشعور قومي ووطني مهم وكبير جدا لما قدمته هذه المنطقة من تضحيات ونضال على مر التاريخ الكردستاني. هذه المنطقة تستحق كافة الخدمات. شكرا سيد رئيس حكومة إقليم كردستان، أنتم تابعتم هذا الأمر بكل جدية، وبفضلكم اليوم وخلال هذه المراسيم نعلن عن هذه الإدارة ونؤكد عن دعمنا لكم. شكرا جزيلا لكم ولحضوركم. إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة السيد وزير الداخلية، حيث أكد فيها على أهمية تحويل قضاء سوران إلى إدارة، وتحدث أيضا عن ماضيها وتاريخها النضالي. السيد وزير الداخلية مشاهدينا أشار إلى العديد من النقاط المهمة، من أهمها مسألة تقديم الخدمات لهذه المنطقة، تفعيل القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساعدة ودعم أهل المنطقة للمشاريع التي تقدمها وتنفذها الحكومة، الأطراف السياسية، الشخصيات الاجتماعية. تحدث عن القيمة التاريخية لهذه المنطقة، مبينا بأن العملية كانت لتنفذ منذ وقت طويل، لكن الظروف كانت غير مآتية. نستمع وإياكم مشاهدينا إلى هذه المقطوعة الموسيقية التي تعزف، وهذه الأغاني التي تقدم في هذه المراسيم، لنستمع. گوارن بنی خوب دانا باش نبلندی هندره نبنی خوب دانا سر بلندی خور را کوزوز کی هف کنای بارزا آنا آلان کشیران هف کنا پردان و ریاته هرن هف کنای زامو برین برا دوستیان دفر شهیدان و میرخاصان خرنده عشق روان زیان وي لا 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 بري خوب دنا ميرغا سورا جيت كو شرع عقيدان هرت الشير شلير ونرغزو ملافن الرزان ولندان ولا جنديان لسرغور الشيطان قدات نيب وي لا 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 لا
هی حوزه و حوزه لو شکر آقا حوزه لو شکر آقا کشته این خوار یه نوروزه شکر آقا کشته این خوار یه نوروزه شکر آقا بینن لو هی بینن بینن لو شکر آقا بینن لو زنبیل گیرانه لاو کتبینه زنبیل گیرانه و لاو کتبینه
ولاد گله گلستانه کرد حمو برانه جو مسکنه ما کردانه تمام بخو و بیستانه ولاد گله گلستانه کرد حمو برانه روان دیز جانا جان شاری پاشای کرد باجره خوش میران دلاله سر بسر باجره خوش میران دلاله سبزو بیروت کرد تگازی خرنده یارامه بیروت کرد تگازی خرنده یارامه گوره کو هندره نوبداره کرده گوره کو هندره نوبداره کرده جانا خمجيني ليلي خمجيني ليلي وديارا ليلي مجانا بالرحمه ميلي بالرحمه ليلي. إذن مشاهدينا مستمرون وإياكم في نقل وقائع الإعلان عن إدارة سوران المستقلة بحضور السيد رئيس حكومة أقليم كردستان. إذن حتى هذه اللحظة الكلمات التي ألقيت من قبل محافظ أربيل ووزير الداخلية تم فيها التأكيد على العديد من النقاط المهمة، ومن أهم هذه النقاط يعني الخلفية التاريخية لهذه المنطقة. إمارة سوران كانت في يوم من الأيام إحدى أهم الإمارات الكردية، رواندس كانت عاصمة لهذه الإمارة. هذه الإمارة كانت تطمح إلى توحيد الصف الكردستاني وإعلان دولة كردستانية كبيرة وعميقة، ولكن المؤامرات الدولية حالت دون الإعلان عن هذه الدولة. هذه المنطقة أيضا في ستينيات القرن الماضي كان لها دورا كبيرا ومهما جدا في مساندة ودعم ثورة أيلول، بل كانت تسمى أحيانا بعاصمة ثورة أيلول. هذه المنطقة ضمت مقار البارزاني الخالد، وفي حاج عمران تحديدا، وفي أيلول من عام 1971 كانت محاولة اغتيال البارزاني الخالد من قبل نظام البعث في هذه المنطقة. في هذه المنطقة أيضا معركة زوزك وهندرين كانت شاهدا حقيقيا على بسالة قوات البيشمركة، ومنذ ذلك الحين الأمثال تضرب على شجاعة هذه المنطقة. السيد وزير الداخلية أكد في كلمته بأن المساعدات اللوجستية والدعم اللوجستي مستمر ويقدم من حكومة أقليم كردستان، وأن المنطقة لن تترك فقط بعد الإعلان عن الإدارة المستقلة، بل أن حكومة أقليم كردستان ستضاعف جهودها لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهذه المنطقة. وبين بأن منطقة سوران كل من يزورها من كردستان سوف يشعر حقا بإحساس قومي ووطني يكون مضاعفا بكل صراحة، لأن هذه المنطقة تتمتع كما قلنا بخلفيتها التاريخية. إذن مشاهدينا المراسيم ما زالت مستمرة كما نرى في هذه المنطقة. في هذا اليوم المهم جدا ومن أهم النقاط التي ذكرت في هذه المنطقة بأن كردستان بسروكاتي الرئيس دار مسؤول بارزاني لخرماني برد دسكوتكاني كابيني نويمي حكومة هريمي كردستان تومار دكري مستعدة للتضحية والنضال، واليوم تتحقق إحدى وعود حكومة أقليم كردستان. السيد رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني إدارة سربخوي سوران بابرزيان يتقدم إلى المنصة للإعلان عن بدء إدارة سوران المستقلة والتوقيع على قرار أو إعلان رئاسة إدارة سوران المستقلة منذ اليوم، وبعد القرار الذي صدر قبل فترة، قبل أشهر أو قبل شهرين تقريبا في اجتماع مجلس الوزراء.
إذن مشاهدينا نشهد وإياكم الآن لحظات تاريخية مهمة جدا في تاريخ قضاء سوران أو إدارة سوران المستقلة. عثمان دفرميت باور قرتني برياري رئيس وقدس نشان كردن إدارة سوران المستقلة مشاري سوران يتقدم دار مسرور باستلام قرار حكومتي هرمي كردستان بدء العمل أو التكليف برئاسة إدارة سوران المستقلة بيروز باي لك سكاري شهيداني سربرزي سوران دكين بيروز باي لك الآن مشاهدين الأعزاء رئيس إدارة سوران كاك مسرور بارزاني سروج حكومتي هرمي كردستان زور بيروزا كلف بمهمته الرسمية من قبل السيد رئيس حكومة أقليم كردستان والآن وبعد قليل سنشهد وإياكم أيضا كلمة لرئيس حكومة أقليم كردستان السيد مسرور بارزاني. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة المحترمين الحضور الكرام مواطنون الأعزة في كردستان أهالي سوران المناضلين الأوفياء شكرا مبروك عليكم مبارك عليكم إعلان إدارة سوران المستقلة من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لإعلان إدارة سوران المستقلة والتي تتكون من أقضية سوران ورواندوز وتشومان وميرقسور أهالي هذه المنطقة سوران وبالاكايتي وبرادوست وبارزان الذين هم من سكان هذه المنطقة سرراي اوهم قرباني وبالرغم من كل التضحيات التي شهدوها خلال الفتره الماضيه اليوم كوفاء لاهل هذه المنطقه اليوم نكون في خدمتهم ونتواجد للاعلان عن ادارتهم المستقله اليوم يوم تاريخي والكل فرحون بهذا اليوم هو يوم للتنفيذ وتحقيق وعد الرئيس مسعود بارزاني لهذه المنطقه وعد تنفيذا لوعد ما تعهد به الرئيس مسعود بارزاني هو يوم الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات بيشمركتنا الأبطال هو يوم لأن نبين وفاءنا وتقديرنا لنضال وتضحيات أهالي هذه المنطقة أبارك لكم مرة أخرى إعلان هذه الإدارة المستقلة مبارك عليكم من المهم جدا أن ننحني اليوم إجلالا وإكبارا لعوائل الشهداء وذوي الشهداء ونؤكد لهم على تقديرنا لهم ولبيشمركتنا الأبطال الأخوات والإخوة المحترمين والأعزاء اليوم وبالإعلان عن إدارة سوران المستقلة وبدء المشرف لإدارة هذه الإدارة المشرف على هذه الإدارة نبدأ مرحلة جديدة هذه المنطقة كانت ومنذ بداية الحركة التحررية لشعبنا داعما قويا وكبيرا لكافة الثورات الكردستانية كافة الثورات التي قادها أبناء شعبنا اليوم نبدأ مرحلة جديدة لمستقبل أكثر إشراقا وينتظرنا مستقبل أكثر إشراقا هذه المنطقة غنية دائما بطبيعتها وبناسها الشجعان المضحين المناضلين وبنضالها المطول التاريخي رأينا وشهدنا مئات الآلاف من الشهداء ضحت بها هذه المنطقة لتحرير كردستان وحماية تجربة كردستان ما نقدم كل ما نقدم وكل ما نعطي لهذه المنطقة فهو قليل ولا يحق ولا ليس بمستوى التضحيات التي قدموها نتعهد كحكومة أقليم كردستان بأن ندعم هذه الإدارة التي ستستطيع تقديم المزيد من الخدمات ونؤكد دوما في حكومة أقليم كردستان على التقليل من الروتين في هذه المنطقة وفي
مناطق أخرى وكل كردستان. هذه الإدارة سوف تقلل الضغط على محافظة أربيل، ونستطيع من خلال هذه الإدارة أن ننفذ العديد من المشاريع. هذه المناطق التي تكون ضمن حدود هذه المنطقة تتميز بالاستقرار الأمني والسياسي، وهي نقطة سياحية مهمة جدا بسبب طبيعتها. حكومة إقليم كردستان دائما تؤكد على هذه النقطة، الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات لأهالي هذه المنطقة. وأنا متأكد بأن هذه المناطق سوف تستقبل المزيد من السياح وتكون مكانا للسياح، لأنها غنية بالمناطق الطبيعية. تستطيع أن تدر على كردستان الكثير من العائدات تدعم القطاع الصناعي والسياحي. اليوم نحن في 14 أيلول، في هذا الشهر اندلعت أكبر ثورة تحررية على في تاريخ كردستان. اليوم يوم تاريخي، بداية تاريخية لمرحلة جديدة لكي نقدم مزيد من الخدمات لتطوير هذه المنطقة. أتمنى أن يكون مشرفو هذه المنطقة في المستقبل أن يستطيعوا أن يكونوا على قدر المسؤولية لتقديم الخدمات في تنفيذ القوانين. عملية الإصلاحات التي أعلنا عنها في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان أن تنفذ كما هي، وأن يواجهوا كافة الصعوبات وكافة المصاعب التي تواجه هذه المنطقة والمناطق الأخرى، وأن يزيلوا كافة التجاوزات. أنا شخصيا وككابينة حكومة إقليم كردستان التاسعة ندعمكم في تطبيق قانون الإصلاحات لضمان مستقبل أكثر إشراقا لكم وللأجيال المقبلة. طموحنا أكثر من مجرد إعلان إدارة. هذه الإدارة تستطيع أن تحول المنطقة إلى منطقة سياحية، ليس فقط على مستوى كردستان والعراق فقط، بل على مستوى المنطقة والعالم أيضا. نريد ونود ونعمل على أن نحقق كل طموح هذه المنطقة، أن يتسلح أبناء هذه المنطقة، أجيال هذه المنطقة تتسلح بالعلم لبناء مستقبل أكثر إشراقة، وأن نبدأ مرحلة جديدة وسنبدأها من هذا اليوم، لنكن دائما متحابين ومتقاربين من بعض، ونضع اليد في اليد لخدمة أهالي هذه المنطقة. نحن تعهدنا بأن نعلن أو نعمل على تشكيل الإدارات المستقلة للمحافظات. بدأنا فعلا الخطوات العملية، ونتمنى من المسؤولي الأعزاء في حكومة إقليم كردستان أن يقدموا مزيدا من الخدمات لشعب كردستان. شعب كردستان يستحق الخدمات، يستحق كل ما يقدم له. السادة الكرام، نحن كما تعلمون الآن نقود حملة انتخابية لاستعدادا لانتخابات مجلس النواب العراقي. هذه الحملة التي نشهدها اليوم علينا أن نختار من خلالها أفضل وأحسن من يمثل إقليم كردستان لتقديم ما يستحقه شعب كردستان في بغداد. أن يكونوا، يجب أن يكونوا داعمين لنا، داعمين لإقليم كردستان. هؤلاء النواب والممثلين الذين سينتخبون يجب أن يمثلوا كافة أبناء كردستان دون فرق. أتمنى أن تكون الحملات الانتخابية حملات بعيدة عن التشهير والتسقيط السياسي، وأن يقدم كل مرشح برنامجه لخدمة هذه المناطق، لخدمة كردستان بشكل أفضل.
أن نبتعد عن التهجم على أطراف الأخرى. هذه المسألة لا تخدم شعب كردستان، بل يجب أن ننفذ ما نتعهد به لشعب كردستان عن طريق البرامج الإصلاحية الخدمية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين في جميع المراحل. نحن تعهدنا وحاولنا أن ننفذ ما تعهدنا به. نحن لا نتعهد لكي لا ننفذ. كل الأطراف السياسية وكل المرشحين أطلب منهم أن يحاولوا أن يبينوا الوجه الحقيقي لكردستان، وأن يحاولوا أن تكون المنافسة لمن سيقدم أكثر الخدمات لكردستان. ومرة أخرى أبارك لكم تأسيس إدارة ثوران المستقلة. أتمنى الموفقية والنجاح لكم، وبإذن الله في فترة قصيرة سنشهد التطور، مزيد من التطور في هذه المنطقة، لكي نتمكن أن نكون داعمين لكم في هذه المنطقة، وسندعمكم بالتأكيد. وأتمنى لكم السلامة والصحة، وأن تقوا أنفسكم في لمقاومة جائحة كورونا التي ما زالت مستمرة ولم تنتهي. أتمنى أن تطبقوا كافة الإجراءات الصحية الوقائية، وأن تقدموا مزيدا من الخدمات، وتبنوا بلدا قويا بجسم صحيح صحي. أتمنى لكم الموفقية والنجاح، وأن تبقى كردستان دائما عامرة بأهلها. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. كانت هذه كلمة السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بعد تسمية المشرف الأول لإدارة ثوران. هذه الكلمة أكد فيها السيد رئيس الوزراء على برز جنابي سروج حكومة هرمي كردستان والموقع كسوكاري سربازي شهيدان والتاريخ والسياحي والدور الذي تلعبه رسمي ناساندني سروج إدارة سربخوي ثوران. إذن انتهت البراسيم مشاهدين الأعزاء، كما يقول الزميل فال نوروز. انتهت هذه البراسيم بتقديم مزيد من الشكر والتقدير لذوي وعوائل الشهداء، والمراسيم كما شهدنا وإياكم مشاهدينا بدأت بكلمة من محافظ أربيل، ثم وزير الداخلية، وتلاها تقديم برنامج وثائقي عن طبيعة هذه المنطقة، ثم قدمت بعض المعزوفات وبعض الأغاني من قبل بعض الشباب الفنانين في هذه المنطقة. هذه الأغاني كانت تؤكد على الترابط بين المكونات المجتمعية لقضاء ثوران سابقا وإدارة ثوران حاليا. إذن مشاهدينا، السيد رئيس حكومة إقليم كردستان أكد على دعم الحكومة لإدارة ثوران المستقلة، أكد على الموقع المهم التجاري والاقتصادي الذي من الممكن أن تلعبه هذه المنطقة وما زالت، حيث هذه المنطقة تربط إقليم كردستان بتركيا وإيران، وتربط أربيل بالعديد من المدن والأقضية التي تكون ضمن حدود مركز محافظة أربيل، أي مدينة أربيل. كما تحدث السيد رئيس الوزراء أيضا عن ثورة أيلول وعن دور هذه المنطقة في دعم ثورة أيلول وكافة الثورات الكردستانية، حيث كانت داعما حقيقيا وأساسيا ورئيسيا لكافة الحركات التحررية التي انطلقت في كردستان. ولم ينسى السيد رئيس الوزراء أن يؤكد على ضرورة الوقاية من جائحة كورونا وتنفيذ التعليمات الصحية الوقائية. قانون الإصلاحات أكد عليه رئيس الوزراء لأكثر من مرة، ولم يخفي بأن هناك تجاوزات كثيرة حصلت. أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة إزالة هذه التجاوزات، إزالة الروتين والقضاء على الروتين تماما، مؤكدا في الوقت ذاته أيضا على أن هذه الإدارة يجب أن تقدم أفضل الخدمات لشعب هذه المنطقة التي يستحق كل الخدمات التي من الممكن أن تقدم. السيد رئيس الوزراء لم ينسى الدعاية الانتخابية، الحملات الانتخابية التي تقودها الأحزاب وكافة الأطراف السياسية لمجلس النواب العراقي، لانتخابات مجلس النواب العراقي. دعا السيد رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن التسقيط والتشهير ومحاولة تدمير الآخر، بل أن يكون التنافس على ما يقدم
لهذه المنطقة ولأهل أقليم كردستان، وأن يبين المرشحين الصورة الجميلة لشعب كردستان. إذن مشاهدينا، كما بدأنا وإياكم قبل فترة، قبل أقل من ساعة تقريبا، هذه المراسيم، مراسيم الإعلان عن إدارة سوران الجديدة بعد القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في 28/7/2021، وتم التوقيع عليه بكتاب رسمي حمل رقم 107 من قبل رئاسة الوزراء، بتوقيع من السيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني في 31 من تموز لعام 2020. إذن اليوم بدأت سوران إدارتها المستقلة الجديدة، ومن الممكن أن نشهد في الأيام القليلة القادمة هذا إن كانت الإجراءات مكتملة للإعلان عن إدارة زاخو المستقلة، وهذا ما ننتظر إعلانه من قبل حكومة أقليم كردستان، لأن القرار أيضا كان يشمل هذه المنطقة. في اجتماع مجلس الوزراء تم الإقرار على تحويل قضائي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين. مشاهدينا، شكرا جزيلا للمتابعة، وسنكون معكم بإذن الله في تقديم كل ما هو جديد وكل المستجدات حول أي موضوع كردستاني وأي موضوع يخص مصلحة شعب كردستان العامة. شكرا لكم مشاهدينا، زاغروس تحييكم، وهذا محمد زنقنا يحييكم، وإلى اللقاء.